يوفنتوس سامدوريا الدوري الايطالي السيري اي الجوله الاولى وشنا كيفاش يوفنتوس اليوم يفوز نقولوا شنا هدف الشوط الاول هدف الشوط الثاني دياب الذي سجل الهدف في الدقيقه 13 شنا ليناردو اللي سجل الهدف في الدقيقه 78 يعني كل شنا تضييع فرص شنا كيفاش كانت المباراه ويوفنتوس رغم ان يوفنتوس وين ضغط خاصه بعد تسجيله الهدف الاول شاهدنا الشوط الثاني وين نقولوا بلي كانت كنروحوا الاحصائيات وين كانت الاحصائيات في صالح يوفنتوس وين نقولوا يوفنتوس الشوط الاول وين تفنن في تضييع فرص الشوط الثاني كذلك رغم ذلك سامدوريا وين حاول يخادع بالهجمات المرتده المعاكسه شفنا كيفاش 63% نسبه استحواذ سامدوريا 73% نسبه استحواذ شفنا 578 تمريره بالنسبه ليوفنتوس 265 تمريره بالنسبه لسامدوريا يعني شاهدنا كل مدرب وين اندريا بيرلو اللي دخل نقولوا باللي اندريا بيرلو المدرب الجديد في ايطاليا بعد المستوى بعد كيما نقولوا حنايا المشوار طويل في البطوله الايطاليه شاهدنا رجع كمدرب وين شناه كيفاش دخل بخطه 4-3-3 سامدوريا كلوديو رانيني اللي دخل بخطه خاصة وهو معروف بالدفاع والهجمات المعاكسة ب 4-1-4-1 شنا كيفاش دانيلو شنا كيفاش ليناردو شنا جورجيو كليني شنا خون اندريان شنا كيفاش كريستيانو ماتيا رودريغو يعني كانت المباراة وين شاهدنا كيفاش ايميلي شنا بيرتاز شنا مهدي هاريس اللي لعب 46 دقيقة في دريكو شنا كيفاش مايا شنا جيستون شنا يعني مايكل فابيو من جانب سامدوريا يعني كانت المباراة كانت شيقة وين شنا كيفاش كريستيانو وين رغم ان ذلك وين ضيع على الاقل شنا نقولوا بلي شنا دوغلاس دخول دوغلاس كوستا في هذه المباراة من اجل اعطاء نفس جديد في العشر دقائق الاخيرة لكن شاهدنا كيفاش المباراة كيفاش انتهت في هذه الجولة الاولى وين نقولوا يوفنتوس وشنا كريستيانو يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 88 يعني نقولوا بلي اليوم الجولة الأولى يوفنتوس يفوز بالنتيجة عريضة على سامدوريا في الدور الإيطالي الدرجة السيري أي الدرجة الأولى وين نقولوا بلي يوفنتوس 3 أهداف سامدوريا 0 هذه هي المباراة.